السلام عليكم، رجعت لكم بصيام 18 ساعة، يوم جديد، روتين جديد، وجبات جديدة، سناكات جديدة. شوفوا شو راح اخذ اليوم وخذوا افكار لوجبات صحية. ان شاء الله راح يجي العيد، وانا متأكدة انه يلي عنده ارادة راح يجي العيد وراح يكون باحسن شكل وباحسن جسم ولياقة ورشاقة باذن الله. طبعا انا بلشت صيامي البارح الساعة 10 المساء، وهلأ الساعة 10 الصبح. أنا فقت من شي نص ساعة، شربت كاسة مي على الريق هي أكيد، وهلأ جبت كاسة مي ورح حط عليها معلقة خل صغيرة، يعني وسط، مو صغيرة كتير لأنه أنا الكاسة عندي كبيرة. فشربت هلأ كاسة مي مع معلقة خل على الساعة 10 تقريبا، وللساعة 4 رح استنى. هو شوي الفترة طويلة بس معلش، يعني والله ما رح تحسوا بجوع، عن جد أنه أنا ما بحس بجوع أبدا، يعني حتى لما يجي وقت الوجبة أنا باكل يا جماعة ومو حاسة بجوع. وهذا سحر الصيام المتقطع، أنه ما بيخليكم تحسوا بجوع ولا تحسوا أنه أنتوا محرومين من شيء، لأنه أنتوا بس تبلشوا تاكلوا ما رح تحرموا نفسكم من شيء، رح تاخدوا سعراتكم الحرارية ورح تاخدوا أي شيء تشتهوا، ولكن طبعا لنا كميات قليلة. هلأ مثل مو شايفين أنا بلشت جهز الوجبة الأولى، وكانت على الساعة 4 العصر. الوجبة الأولى اليوم حبيت أنها تكون شوفان مع موز وحليب، وهلأ راح تشوفوا الطريقة اللي أنا بعمل فيها الشوفان، طريقة كتير لذيذة وصحية ومن غير ولا ذرة سكر، وراح يكون طعمها مسكر وحلو وعن جد يعني طعم رائع. والشوفان يا جماعة مفيد جدا جدا جدا، مليء بالألياف، مليء بالعناصر الغذائية، وبيساعد على التنحيف، وراح أحكي عنه إن شاء الله بفيديو خاص بإذن الله. الطريقة اللي راح أعملها، أول شي راح أجيب موزتين بيكونوا مستويين كتير، يعني شوفوا الموزات اللي أنا جبتهم مستويين لدرجة انه طالع منهم شوية مي، وهذا المي طبعا كلنا بنعرف لما تستوي الموزة هيك بيكون المي تبعها يعني محلة كتير. فانا رح حط الموز تمام، ورح حط 3 ملاعق شوفان تمام، 3 ملاعق كبار شوفان، ورح احاول اني ادمج الموز مع الشوفان، يعني حاول انه حبات الشوفان تاخذ من حلات الموز. وعملت الشوفان بطريقة شوي مختلفة، حبيت يكون أسمر هيك ويكون فيه طعم الشوكليت، فحطيت معلقتين كاكاو، وكاكاو خام بيكون، وكلنا أكيد بنعرف فوائد الكاكاو الغنية عن التعريف، بيساعد كمان على الحرق وكتير كتير مفيد، وفيكم تستخدموه بالدايت يا جماعة تمام، مو ممنوع أبداً. حطيت معلقتين كاكاو ودمجت المكونات كلهم مع بعض، الموز مع الشوفان مع الكاكاو. وهلأ رح أضيف كاسة الحليب، وبعد ما اضيف كاسة الحليب بستنى شوي المزيج لحتى يبلش يغلي، لازم خليه يغلي لمدة مو اقل من 4 أو 5 دقايق لحتى الشوفان يستوي، لان مثل ما نعرف يعني حبات الشوفان يابسة، فلازم شوي الشوفان يستوي، حبات الشوفان تكون طرية. فبدي استناها 5 دقايق رح اغطيها، وبعدين رح احطها بزبدية وزينها بالعسل، لانه نحن الا معلقة عسل باليوم. فيك تحطيها وين ما بدك، فيك تحطيها على الشاي، على النسكافيه، وين ما بدك. فانا هون اليوم حطيت معلقة العسل على الشوفان، وطبعا زينت اكيد بقطع الفواكه اللي انتو بتحبوها، فيكن ترجعوا تقطعوا موز على الشوفان، فيكن تقطعوا تفاح، فيكن تقطعوا يعني بطيخ، شمام، اللي بدكم اياه فيكم تحطوه على الشوفان، هذا بشي بيعطيها كتير نكهه رائعه وطيبه. وكمان زينت ب3 حبات لوز، والمكسرات يا جماعه مليئه بالدهون الصحيه، وهيك صارت وجبه الفطور جاهزه ولذيذه وغنيه بالعناصر الغذائيه الرائعه. راح اكل الفطور هلا، وخلينا نشوف هلا بعد شوي يعني بعد شي ساعه شو راح اخذ بالسناك. هلأ بعد شي ساعة ونص من ما أخذت فطوري اللذيذ، حبيت إني أخذ سناك. الصراحة صار لي زمان ما شربت تركيش كافي، فاليوم كتير مشتهيتها وحبيت إني أخذها بالسناك، طبعا يا جماعة خالية من السعرات الحرارية. شوفوا قديش يعني هالشي روعة إنه بتشربوا شي وهو خالي من السعرات، طبعا لازم ما تحطوا عليها ولا سكر ولا لبن أكيد، فهي خالية من السعرات الحرارية. وأنا حبيت إني أخذ جنبها قطعة شوكولات صغيرة يا جماعة، هاي القطعة حتى ما فيها 20 غرام، يعني يمكن 15 غرام تمام. وبالنسبة للسعرات
سعرات يعني هي قليلة جدا، يمكن 30 أو 25 سعرة حرارية فقط، وحبيت أخذ هذا الشيء على سناك ويعني صراحة سناك قليل السعرات الحرارية وكمان كتير لذيذ ويعني هيك ممتع. أنا كتير بستمتع بالكافي بشكل عام، فلذلك أنا بحس أي شيء في قهوة يعني ممتع. فأوكي هذا كان السناك لليوم على الساعة 5:30 تقريبا، وهلأ بعد شي ساعة رح أبدأ أفكر شو بدي أعمل على الغداء. وبعد تفكير دام لمدة ساعة كاملة انه شو بدي اكل اليوم على الغداء، لازمني بروتين، اكيد البروتين كتير مهم ولازم ناخده كل يوم. ففكرت اني اخذ فروج، بعدين قلت لحمة، بعدين ما بعرف، المهم انه اخر شيء طلعت بالتلاجة لقيت عندي سمك مقطع، فأنا والله صراحة كنت نسيانته فطلعته من التلاجة وخليته شي تقريبا ساعة لحتى يفك من الآيس اللي عليه. وبعدين حطيت توابل، طبعا غسلته كتير منيح وحطيته بصينية الفرن، وحطيت عليه شوية زيت زيتون وسنين توم، وحطيت توابل اللي هي بصراحة أنا في عندي توابل خاصة للسمك، وفي عندي توابل تانية حطيتهم مثل فلفل أحمر مجفف، فيكن تحطوا كزبرة، كمون، فلفل أسود شوي، ملح طبعا أكيد، وتعصروا ليمون. بس بصراحة أنا ما بحب أعصر الليمون قبل يعني قبل ما أطبخه، بحب إنه بعد ما يطلع من الفرن عصر الليمون هيك بيكون فريش أكتر. وهلأ بعد ما طلع من الفرن تقريبا ضل شي ساعة، ضليت الصينية شي ساعة بالفرن، وهلأ رح أخذ 3 قطع هيك محترمين مناح فيهم لحمة سمك منيحة مليئة بالهيك الفوائد. وبدي أنصح نصيحة إنه دائما حاولوا الأكل تشووه أكتر من إنه تقلوه أو حتى تسلقوه، تمام. وقطعت صحن سلطة كبير، طبعا هاي السلطة هاي شوي انا ما اكلت، بس هاي اكلت كمان من الصحن يلي جنب الصحن الرئيسي. شوفوا هذا كان الغداء لليوم، وقبل ما ابدأ بالصيام حبيت اني اخذ سناك كتير خفيف، وكان عندي شوية كرز بالبراد وطلعت تقريبا 10 حبات كرز حطيتهم بصحن وتسليت فيهم قبل ما ابدأ صيامي. وهلأ انا بلشت صيام الساعة 10 المساء، تمام. وكان هذا اخر شيء اكله اليوم، وبكره باذن الله يوم جديد وصيام 18 ساعة كمان، هذا الاسبوع كله 18 ساعة. وبتمنى من كل قلبي انه اذا عم تستفيدوا من وجباتي ما تنسوا تحطوا لي لايك كبير كبير، وكمان تشتركوا بالقناة وتشيروا قناتي لاكبر عدد ممكن من الناس يلي بدهم يخسروا وزن. وشكرا لاستماعكم، والسلام عليكم.